بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بما اني مشجع لمانشستر سيتي كنت مستني خبر الماركه وهي بتعلن ان ميسي جاهز لمباراه مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اللي هتتلعب بكره ان شاء الله في حديقه الامراء. ليه كنت مستني خبر رجوع ميسي؟ لان رجوع ميسي هيدي قوه لمانشستر سيتي الناحيه الثانيه. رجوع ميسي هيدي قوه لمانشستر سيتي ازاي بقى؟ الموضوع سهل وبسيط. ازاي بوتشينو بيحب يلعب 4 2 3 1 يا 4 3 3؟ طب بما انه مثلا ممكن نلعب 4 2 3 1 هيلعب ميسي صنع العاب وهيلعب نيمار ناحيه الشمال والناحيه الثانيه هيلعب بديماريا او دراكسلر ومهاجم هيكون موجود كيليان امبابي، ده معناه ان هو هيخسر لعيب من نص الملعب، هيخسر مثلا باريدس او هيخسر ادريسا جاي او هيخسر اندر هيريرا بيقدموا اداء مميز جدا. طب تمام هيلعب 4 3 3 وميسي هيلعب ناحيه اليمين، وقتها بقى هيخسر اشرف حكيمي، لان ما اعتقدش ان بوتشيتينو مدير فني عنده من الجراءه ما تكفي انه يحط ميسي واشرف حكيمي مع بعض، لان وقتها هيكون باع الناحيه الشمال لجاك ريليتش كده وسابها له على المفتاح. اشرف حكيمي بيحب يزيد وميسي كده كده ما بيعملش ادوار دفاعيه، فوقتها مانشستر سيتي ناحيه الشمال هتلعب زي ما هي عايزه وفي فراغات وفي مساحه فاضيه. ما اعتقدش ان ادريسا جاي او اندر هيريرا هيقدروا يغطوها. اللعيب اللي هيعمل واجبات دفاعيه ناحيه اليمين هيتعب جدا جدا جدا، الا بقى لو ضميت عليه باريدس، ومعنى كده ان انت هتسيب الناحيه الثانيه فاضيه، ولو سبت الناحيه الثانيه فاضيه فجابريل جيسوس هيعمل معاك برده نفس اللي عمله معاك جاك ريليتش. يعني انت مضطر انك تضحي علشان خاطر ترضي السيد ناصر الخليفي، وهو انه عايز يشوف مبابي ونيمار وميسي موجودين جوه الملعب. طب نيمار ومبابي وميسي موجودين جوه الملعب، ده معناه ايه؟ معناه ان انت هتظلم اللعيبه اللي هيلعبوا باكات، ومعناه ان انت هتظلم اللعيبه اللي بيلعبوا نص ملعب، وهتظلم كمان اللعيبه اللي بيلعبوا مساكين. طب اللي بيلعبوا مساكين مالهم؟ ما الموضوع سهل يا عزيزي، اللي هيروح يغطي على الاطراف ده هيعمل ايه؟ هيسيب العمق فاضي. وهنا بقى يجي لك دور كيفن دي بروين بما انه مهاجم وهمي، وكيفن دي بروين تحتيه هتلاقي برناردو سيلفا اللي بيعمل ادوار هجوميه، وكمان رودري هيكون موجود. ايه ده؟ يعني مانشستر سيتي حلو الكلام ده لو باريس سان جيرمان قرر ان هو يلعب جيم مفتوح وان هو يمسك كوره. طب لو بوتشيتينو كمل بنفس العادات اللي بيحبها قدام بيب جوارديولا، ان هو يسيب له الكوره ويلعب على المرتدات، وفي توتنهام كان بيستغل سون وهاري كين وكان بيخلص الماتشات وبيرجع يركن الباص قدام المرمى، هل ينفع يعمل الكلام ده مع باريس سان جيرمان؟ بذمتك عيب. يعني انت جايب له نيمار، جايب له ميسي اسف، وجايب له كمان اشرف حكيمي، وجايب له دوناروما، وجايب له راموس، وينزل في حديقه الامراء ومطلوب منه ان هو يكسب مانشستر سيتي وينزل يلعب زون وهجمات مرتده، عيب. ده ناصر الخليفي وليوناردو يحط له كده على الخازوق، يابا اللي هو انت بتهرج بقى ولا ايه؟ طب انت هتلعب كره هجوميه وهتلعب تيكي تاكا امتى؟ طب هل الفرقه فعلا ممكن تلعب بيها كره هجوميه وتيكي تاكا وجمال من غير ما تعاني دفاعيا؟ لا عزيزي مع الاسف، لان انت لو اتفرجت على التشكيله بتاعه باريس سان جيرمان هتلاقي ان هي بتعاني وهي معاها الكوره، اول ما الكوره تقطع منها بتلاقي ان في مشكله كبيره زي ما اتكلمنا، بيعاني منها لعيب خط النص وبيعاني منها لعيب خط الظهر، ودايما المشكله دي بتكون في العمق. العمق ورا باريدس او العمق ورا اجاييه او العمق ورا اندر هيريرا لما بيلعب واحد فيهم هو مركز سته، دايما بيكون في معاناه، لان بعديه بتلاقي ان كيمبيمبي وماركينوس بيكونوا بيتراع عليهم واحد على واحد واثنين على واحد كتير، الكلام ده وحكيمي موجود جوه الملعب وبيعمل ادوار هجوميه، انما انت بكره ممكن احتمال يبدا بعبدو ديالو وبكرير بما انه هيبدا بميسي، ففكره ان هو يبدا بحكيمي بكره الموضوع هيكون صعب، وهيخلي اشرف حكيمي تبديله معاه على الدكه، ولو ميسي قعد تبديله معاه على الدكه اشرف حكيمي مش هيكون واخد ادوار هجوميه كبيره، لان لو عطى ادوار هجوميه كبيره لاشرف حكيمي والهاف اللي هيكون موجود جنبه سواء دراكسلر او موجود انخيل دي ماريا هيواجه برضه نفس المشاكل قدام جاك ريليتش وقدام جاك ريليتش وقدام جو كانسيلو، لان السيتي شفناها ماتش تشيلسي الاخير كان بيلعب ناحيه الشمال، والسيتي نقطه قوته ان هو بيلعب على الاطراف، السيتي مش بتاع كوره عرضيه، لان كوره عرضيه هيكون كيمبيمبي وهيكون ماركينوس هم الاقدر بيها، فسيتي هيحاول يلعب كوره على الارض، وسيتي طبعا مش هيروح يسيب الكوره لباريس سان جيرمان الا بقى لو بيبقى عايز يستصيع وعايز يعمل نتيجه كويسه على باريس سان جيرمان، بس النتيجه الكويسه دي هتخليك تخسر شخصيتك القياديه انك مانشستر سيتي، انك بيب جوارديولا اللي بيروح يمسك كوره على اي حد. فالسيتي دلوقتي قدامه حلين، ان انت تلعب وانت معاك الكوره ووقتها الكوره تتقطع ونيمار ومبابي هيشكلوا مشاكل كبيره جدا بالنسبه لك في الهجمات المرتده، او هتروح هناك تسيب الكره لباريس سان جيرمان وتحاول انت ترخم عليهم بالمرتدات، ووقتها محتاج تغير في التشكيل وتحط فيرن توريس اساسي كفيرود وتخلي كيفن دي بروين موجود جنبك على الدكه او موجود في نص الملعب جنب رودري وبرناردو سيلفا، بس ما اعتقدش وقتها ان هو يلعب بالتركيبه دي في نص الملعب. اعتقد ان بيب جوارديولا ممكن يكون اقرب ان هو يخلي معاه رياض محرز كتغييره اكتر بكتير من ان هو يبدا بيه، يعني جابرييل وفيرن ممكن يبداوا مع بعض، انما رياض وفيرن صعب ان هم يبداوا مع بعض، جابرييل ومحرز صعب ان هم يبداوا مع بعض، فمحرز مع الاسف الشديد
ممكن يقعد دكه بكره، وبكره برضو احتمال ان اشرف حكيمي يقعد دكه. المدربين عزيزي عندهم مشاكل كبيره انت مش هتقعد تبص عليها، انت مش انت دايما شايف ان اشرف حكيمي او رياض لو قعد دكه هيكون المدربين عنصريين، بس اوقات كتيره جدا زي ما انا حكيت لك في موضوع باريس سان جيرمان ان المدرب بيكون مجبر ان هو يقعد حكيمي دكه علشان خاطر هو ما يقدرش يبيع الناحيه دي دفاعيا لمانشستر سيتي الناحيه الثانيه. وناحيه مانشستر سيتي جابرييل بيشكل خطوره على الاطراف، وجابرييل بدا ان هو يمسك مستوى، وبدا ان جابرييل يجيب جون في ماتش تشيلسي، فصعب ان هو يضحي بجابرييل دلوقتي ويرجع رياض محرز بكره اساسي قدام باريس سان جيرمان. ولهنا عزيزي نكون خلصنا. انت بقى متوقع ايه لماتش بكره عزيزي؟ وان شاء الله باذن الله يحصل السيناريو اللي احنا اتكلمنا فيهم، وان شاء الله باذن الله نكسب باريس سان جيرمان بكره في حديقه الامراء، ولا عزاء لابو المعيز ولا عزاء لاشرف حكيمي، وان شاء الله ربنا يكرمهم ويصعدوا معانا للدور الجاي. ان عجبك الفيديو اعمل لايك، ان لم يعجبك فانزل اشوف في الكومنتات يا صبرحتك زي ما انت عايز.